بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جرو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم نتكلم عن توزيعات فوياجر. اوكي، يمكن تسمع فوياجر، ما ادري صراحه، ولكن توزيعه من التوزيعات اللي رسلت علشان نسوي له مراجعه. اللي يبي يسوي له مراجعه توزيع ديبيدات معينه الى اخره، شوف تحت في رابط خاص بالطلبات. طيب، التوزيع هذه توزيع ما ادري هي فرنسي ولا لا، ولكن الموقع حق التوزيع فرنسي. اوكي، المميز بالتوزيع طبعا هي توزيع طويله الدعم من السنه هذه 2014، عطى 5 سنوات قدام الى 19. اوكي، فهذه واحده من الميزات. الميزه الثانيه مبنيه على اكس ابونتو او زوبونتو. اوكي، هذا يعني انه الواجهه اكس اف سي اي، لكن المميز بتوزيعه هو مو مجرد واجهه اكس اف سي اي او مجرد ابونتو وحشو برامج مثل بقيه التوزيعات مثلا. تمام، التوزيع هذه فيها لمسه، ما فيها اي ابتذال بالموضوع انه انا احط واحط وشيل، لكن فيها لمسات احترافيه جميله جدا، منها التصميم، انتقاء بعض البرامج المهمه والى اخره. اول شيء خلينا نروح لموقع التوزيع. تمام، نقول بسم الله. انا ما ادري ايش بيفتح موقع التوزيع ولا ايش بيفتح. اوكي، لينكس وياجر. اوكي، هذا هو. طيب، طبعا داخل موقع التوزيع بس عشان اوريكم من وين نحمل التوزيع. انزل تحت شوي. تمام، هنا. اوكي، حمل النسخه اللي تبي 64 او 32. اوكي، طبعا هذه نسخه ال اوكي ماشي. في شيء تحت هنا ما ادري وش هو، تو ترين شكله ذا. عموما في كلام ما ادري وش معنى جراون، حد انجليزي. طيب، هذا بالنسبه لطريقه تحميل التوزيع. اما طريقه تثبيت التوزيع في مثل لينكس مينت وغيره او بنتو. اوكي، طيب وش المميز بتوزيعه؟ اول حاجه سطح المكتب الجميل. تمام، انيق جدا. في طبعا كونكي صغير هنا. في عندك طبعا شريط بلانك تحت، في برامج افتراضيه حلوه انه مثبت تحت. من ضمن البرامج الحلوه وايضا الاشياء الجميله بالتوزيع، مثلا من ضمن التعديلات اللي سووها، لما تفتح الطرفيه بتحصل فيه حركه جميله مثل السهم هذا. اوكي، هذا واحده. دقيقه، خلينا نشوف احنا نقدر نشلح الشغله ذي ولا لا. كات دوت باش ار سي. اوكي، الشغلات ذي تقدرون تاخذونها من الباش ار سي، يعني اذا بتاخذ الباش ار سي هذا تنسخه وتحطه عندك بيطلع لك نفس السهم هذا. طيب، هذا بالنسبه لي التيرمال. طبعا الفايل مانجر طبعا اللي هو ثنر، او بعض الناس يسميه ثيونر، ما ادري اسمه ثونر. تمام، لكن هو ثنر. طبعا المميز بالتوزيع زي ما قلت لكم بساطه الشكل. اوكي، بساطه التصميم، سريعه جدا طبعا. ما ادري اذا هذا النسخه تدعم التابات، لا هذه النسخه ما تدعم التاب، لكن في نسخه من النسخ اعتقد انه ممكن احنا ندخل هنا ونسوي دعم للتاب. تكست سايد ايكون سايد بانل بيهافير اوبن. اوكي، خلونا نجرب الحين. اوكي، فانا اقدر ادعم التاب. طبعا جميل جدا الثونر، سابقا ما كان يدعم التاب ترى. في عندنا هنا اللي هو راح اتكلم عنه بعد شوي، ولكن هذه ميزه زي ما انت شايف، يعني تعديل الكونكي ومكانه ويعني شغلات ما تبي. شاد ديسكتوب، مجرد على سطح المكتب. هذا حلو اللي هو نافذه البرامج، فلما تضغط عليه يفتح لك زي ما انت شايف قائمه برامج كبيره. اوكي، يعني لو بعدت وجهي شوي عنكم، اوكي، راح تلاحظ انه في هنا البرامج، وفي تحت 1 2 3 اللي هي الصفحات. ممكن هنا تشغلي برنامج تبي، في هنا تصفيه، اكسسوارز، اذر، اوفيس، جرافيكس، انترنت. تمام، حاجات جميله. طبعا هذا اسمه سلينج، ما نسيت اسمه صراحه، سلينج سكولد. اوكي، اذا حاب تحمله. حاولت اثبت على ارس لينكس بس كان في مشكله باعتماديه ونسيت الموضوع. طيب، في عندك اللي هو اس ام بلاير هنا حاطينه علشان تفتح مباشره، طبعا تشغيل اليوتيوب من هنا. زي ما انتم شايفين في شغلات كثير على اليوتيوب ممكن تفتحها وتتفرج. طيب، هنا مدير البرامج الافتراضي حق الابونتو، او في هنا سيتنجز مانجر. اوكي، سيتنجز مانجر راح اتكلم عنه بعد شوي. بالنسبه للقائمه اللي فوق، طبعا هذه قائمه العضو او قائمه المستخدم. اوكي، في عندك هنا اللي هو الطاقه، او عفوا الويذر تكفى الانجليزي، الطقس. اوكي، بقول طقس قلت طاقه. طيب، فزي ما شايفين هنا يعطيك اللي هو الرياض. تمام، ما ادري ايش حط على الرياض عشان المنطقه الزمنيه طبعا، ولكن انا ما جربت اني ابحث عن بريده مثلا، لكن خلونا نجرب. انا ما ادري هو يدعم حاجات كثير ولا بس يعني شغلات زي هذه، لكن اعتقد ما موجود بريده لان الموقع اللي بيسحبون البيانات يمكن ما يوفره، لكن خلونا نشوف. تشينج بريده، اعتقد ممكن تلقى العواصم بس. اوه يا قلبي، انا قلبي الصغير لا يحتمل. بريده حدود المملكه العربيه السعوديه، وش هذه؟ وين؟ احنا طب خلينا نكتب بريده بالعربي. قلت سالفه عشان نقول بالعربي. عموما خلينا نشوف وش الحدود الشماليه ذي.
ما اعتقد ان هذه بريده حقتي. يلا يا شيخ يلا نشوف درجه الحراره يعني معقوله، ما ادري ما في عجاج عشان اتاكد لكم. بريده حدود ما ادري حدود المملكه العربيه السعوديه ترى ما عجبتها، في شيء غلط، احنا بوسط السعوديه شلون، لكن عادي ما وقفت على الشغله ذي. اوكي طبعا في عندك هذا متصفح اسطح المكتب ما في جديد، ساعه شبكه والى اخره، ولكن هذا في ميزه جديده اللي هو الراديو. طبعا هنا في قنوات راديو معينه ممكن تضيف وتعدل عن طريق الخصائص من هنا. تمام في هذا اللي هو نفسه اعتقد، لا هذا التيرمينال تفتح طريقة جميله زي ما انت شايف، تفتح تنفذ امر سريع وتقوم وتقفل النافذه على طول. هذا اللي هو سلينج، لا هذا زي اذا تذكرونه شو اسمه ذاك اللي اسمه جنوم دو. اوكي فممكن تكتب اي شيء هنا وتسويه زي ما شايف، حرف الدي يفتح الديسكس مثلا، تمسح تكتب مثلا اف راح اقول لك فيفورتس او فايرفوكس مثلا. اوكي زي ما انتم شايفين شغلات حلوه. طبعا هذا تفاعلي جدا. بالنسبه للمنطقه هذه، هذه منطقه اللي سلينج سكول تكلمت عنها قبل شوي، وهذا وشو ايوه هذا يفتح لك الهوم والى اخره. بالنسبه للقائمه يستخدم القائمه الجميله هذه طبعا اللي اسمها ويسكر. اوكي عجزت احفظ اسمه. اوكي خلينا نشوف البرامج الجايه مع التوزيع. الاكسسوارز ما في شيء معين يعني اقول اتكلم عنه، ولكن في برامج حلوه جميله جدا. اوكي ما ادري اتكلم مميز الموضوع انه اوفيس، لاحظ ان المصلح التوزيع انتقائي، لو كنت المصلح التوزيع اكتب ليبر اوفيس خلاص، لكن لاحظ انه حط برامج زي ما تقول حجمه صغير او ما تستهلك رام كبير. اوكي لاحظ ان هذا اللي هو اسمه جلومرك. اوكي حق صراحه انا ما استخدمته عشان اقول لكم صراحه، ولكن انه يشتغل زين. في عندك بالاوفيس ايضا في هذا اللي هو ابي وورد، وفي عندنا الجرافيكس جيمب موجود. اوكي انترنت فايرفوكس اكيد موجود، ثندر بيرد حاط لك كوتوت، هذا حق تويتر، حق تويتر حلو، هذا حق تويتر، لا لا ما حق تويتر الا هذا حق تويتر. طيب ثم نروح ندخل على الجيمز، حاط لك كم لعبه ملتي ميديا ومركز على موضوع الملتي ميديا هو بشكل كبير، مالي برامج ملتي ميديا زي ما انتم شايفين مليانه صراحه، في من ضمنها برامج التلفزيون والراديو والى اخره. بالنسبه لي الاعدادات ايش عندنا من الاشياء اللي ممكن نمر عليه؟ اوكي في عندك سيستم، لا ما نحتاج هذه، لا خلينا ندخل على سيستم سيتنجز او سيتنج مانجر. اوكي نشوف طبعا عندك اباوت مي، هذا مجرد اشياء تحطها عن نفسك صورتك والى اخره. طبعا ما ادري ما جربت اضغط هنا فشوف شو بيطلع. براوز اوكي واحدة من الصوره لي خلاص خذ صورتي. اوكي شيل ما نبي هذه. الفيلز طبعا لا شيء يذكر، مجرد تعديل الظهور. اللايت لوكر طبعا هذا اللي هو فيه شاشة توقف جميلة تظهر، ممكن تعدل من هنا. كل اعدادات اكس اف سي عادية برضو اعدادات، هنا جي بارت جاي، وعندك الفاير وول، الفاير وول حق الابونتو نفسه لا جديد. تمام ياس اوكي بس هذا اللي اقدر اقول مع التوزيع. التوزيع لحد الان مو بالحد الان اصلا ما استخدمته، ولكن الشيء الجميل المميز بالتوزيع هي بساطه شكله. فلو ضغطت على المنيو اللي عندي الحين بالارس لينكس بتحصلون اني شلحت كل تخصيص التوزيع. نعم اخذت الايقونات واخذت كل شيء. طيب انتهى درس اليوم، اشوفكم ان شاء الله في درس القادم. اللي يبي شيء معين يشوف تحت في رابط لطلبات الدروس، ممكن تطلب الدرس اللي تبيه ويجيك على طبق شيخ.